بالنسبة للضحية واش هو التلميذ ولا الأستاذ؟ أنا في نظري الضحية في هذا الشيء هذا كامل هو الأستاذ من طبيعة الحال والتلميذ، لأن وزارة التربية الوطنية تريد التخلص من التعليم العمومي وذلك بضرب الأستاذ في عبر اقتطاع مجموعة من الاقتطاعات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية تجاه الأستاذ، وكذلك الهدر المدرسي الذي يعاني منه التلميذ أثناء هذه الإضرابات المتكررة للأساتذة عبر هذا القانون الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية، اللي هو قانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، اللي جاء بمجموعة ديال التراجعات والمكتسبات اللي كانت عند الأساتذة من قبل وكلفوا بمهام جديدة، وبالتالي الضحية في هذا الشيء هذا هو التلميذ والأستاذ. وشنا إلا شنا في قانون الوظيفة، في هذا القانون الأساسي اللي قامت به وزارة التربية الوطنية، قامت بتثقيف السن المجموعة للشباب في 30 سنة باش الولوج للوظيفة العمومية اللي هي المهنة ديال الأستاذ. وبالتالي هذا التثقيف هذا غادي يخلق لنا مجموعة ديال الشباب المعطل الحاصل على الشواهد العليا، وغادي يتكدسوا لنا مجموعة من المعطلين، وبالتالي غيخلق لنا مشكل في الشارع. وشكرا. نعيش هذه الأيام واحد المجموعة من المشاكل التي يعانيها الأساتذة، خاصة أساتذة التعاقد الذين يعني يضربون دائما ويخرجون إلى خارج المؤسسات ويقومون بإضرابات متتالية. هذه القضية هي صراحة يعني بها واحد مجموعة من المشاكل التي تعيق سير ديال المنظومة التربوية والزمن المدرسي، بحيث أنه يتم إهدار زمن مهم جدا، وهذا على حساب يعني تعلم ديال الأطفال وتعلم ديال التلاميذ. طبعا هذا مشكل مجحف، سببه بعض الأوجه التي هي تتصرف بعشوائية. طبعا واحد المجموعة من الأساتذة يقومون بإضرابات، وهذه الإضرابات طبعا يتم اقتطاع واحد الأجر من الأجر من 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 يعني من الشهرية ديالو. وطبعا كلما يعني الأساتذة صراحة هما مجموعة من الزملاء ديالي، يعني بالرغم من أن هناك مجموعة من الاقتطاعات، لكن هم دائما سيقومون بهذه الوقفات الاحتجاجية وبالإضرابات. طبعا هذه الاقتطاعات لا تخيف الأستاذ، وهي طبعا تعطيهم نقط إيجابية من أجل يعني دائما لكي يقوموا يعني بوقفات احتجاجية أخرى. طبعا يعني القضية ديال المسيرة التي ستكون إن شاء الله يوم غد هي مسيرة الكرامة، طبعا لرد الاعتبار للأستاذ، وكذلك رد الاعتبار إلى الأجرة، وكذلك على ردة الفعل التي تقوم بها الوزارة، يعني خاصة النظام الأساسي الذي هو مجحف في حق الأستاذ وفي حق التعاقد. طبعا هذا التنسيق هو نقطة إيجابية وفي صالح كل أساتذة ككل.